الحمد لله رب العالمين، موضوع درسنا النهاردة إن شاء الله نتحدث عنه الإيميل الموحد، الواجهة الرئيسية للأوتلوك. نبدأ على بركة الله في أي متصفح إن شاء الله، نكتب الإيميل أو الإيميل المدرسي الموحد. الكتاب المدرسي الإلكتروني بنضغط عليه. يجيب لي الحساب المدرسي الموحد للخدمات الإلكترونية، قال لي بيوفر حساب المعلم وحساب الطالب. حساب المعلم وحساب الطالب حساب المعلم أو حساب الطالب. حساب المعلم أو حساب الطالب. أولا هنبدأ بحساب المعلم. نضغط حساب المعلم، بيقول لي اكتب الرقم القومي. الرقم القومي بتاعي مثلا أكتب كتبت الرقم القومي بتاعي، هدخل الكود الخاص بالمعلم وهقول له أنا لست برنامج روبوت، وأتحقق من البيانات. أتحقق من البيانات اللي هذا الحساب موجود حاليا بالفعل. أنا هنا كده إداني الحساب بتاعي، باخد هنا نسخ ده الإيميل بتاعي أنا. الايميل بتاعي انا باخد الايميل نسخ، تمام، وبقول له باجي هنا كده في المتصفح تاني وليكن متصفح تاني، وبقول له هنا ايه 365 اللي هو حساب اوفيس. بقول له اوفيس 365 لوجن مايكروسوفت اوفيس، بضغط عليها وبدخل الايميل بتاعي، ايميل الحساب الموحد. طبعا هنا هو انا دخل كده هو على طول، لان الجهاز بتاعي محتفظ بكلمة المرور، محتفظ بكلمة المرور. انا هخرج تاني، هخرج من هنا خالص كده، هعمل خروج اهو، تمام، اعمل خروج وهدخل بالحساب الموحد بتاعي. هبدا من البدايه، هنا بيقول لي الحساب بتاعي الموحد، باجي هنا بقول له تسجيل دخول، او هنا انا هستخدم حساب تاني، يقول لي ودخل كده تاني على حسابي، بس انا بقول له ايه اسجل خروجي، وبقول له تسجيل خروج واستخدام حساب اخر. بعد تسجيل الخروج انتظر دقيقة حتى ايه يخرج من كل المواقع اللي انا مسجل عليها، وهختار حساب اخر في الصفحة اللي هي قدامي دي. بيقول لي هنا لقد سجلت الخروج الان، يا ترى عايز يرجعني للايميل اللي انا كنت فيه الموقع، ولا قال لي التبديل لحساب اخر؟ قلت له لا، انا عايز ابدل لحساب اخر، اروح اخد اللي هو الحساب بتاعي المؤسسي الايميل الموحد suhaj2moe.edu.eg، هات اللي هو ايه الكود بتاعك. هنا بقول له تسجيل الدخول،
بيطلب من هنا كلمة السر. هنا بالنسبة أنا مسجل فهو محتفظ بكلمة الستر تحتي، هكتبها هنا أقفل كلمة المرور وهقول له تسجيل الدخول. بعد تسجيل الدخول هتفتح معايا الصفحة دي هي كده، بيقول لي مساء الخير. طبعا احنا بالليل من بعد الساعة 12 بيقول لك مساء الخير، لو انت فتحت الصبح او بساعة واحدة بعد الليل بيقول لي ايه صباح الخير. ادي هنا دي كده انا دخلت كده هنا الايميل الموحد بتاعي. هنحكي بعض اللي هي الايقونات اللي هي في الشريط اللي هو فوق ده كده. بيقول لي اول حاجة التسع نقاط اللي على اليمين، تسع نقاط اللي على اليمين، تسع نقاط اللي على اليمين دي بتحتوي على جميع تطبيقات اوفيس 365، الاوتلوك، الوان درايف، الاكسل، الوان نوت، التيمز، اليامر، الفورمز، السوي، الباوربوينت، كل التطبيقات اللي هي اوفيس 365. طبعا احنا هنتكلم عن الاوتلوك ان شاء الله بعد شويه. نيجي هنا بقى كده على الناحيه اليسار بنلاقي الصوره بتاعتنا. لو انا ضغطت على الصوره بتاعتي كده هلاقي فيها اسمي تمام وارض الحساب بتاعي وملف التعريف. هنا عندي الترس ده، وده مهم جدا جدا جدا. الترس ده مهم جدا فيه الاعدادات، الاعدادات اللي هو الشكل النسق اللي انا هعمل بيه الخلفيه. لو انا شوف هنا هتغير معايا الخلفيه شكلها ازاي، لا انا عايز الخلفيه دي هي، هتغير معايا الخلفيه دي اهو. اللغه انا عايز هنا اللغه والمنطقه الزمنيه بتاعتي، لو انا ضغطت هنا كده هيجيب لي اللغات. وفرض بعض الناس اللي هي بتفتح اللي هو الايميل بتاعها الاوتلوك او الايميل الموحد بتلاقيه بالانجليزي تمام. طبعا هنا هو بدور على الاعدادات والخصوصيه. في الاعدادات والخصوصيه بعد ما ضغطت عليها وجاب لي كلمه حسابي بيجيب لي هنا هو ايه ادي الاعدادات والخصوصيه. بختار اللغه المفضله، لغه العرض اللي انت عايزها. لو انا ضغطت هنا كده هيجيب لي ايه هنا اهو، ستعرض مواقع ده هو بيجيب لي هنا هو اللغات اللي انت عايز تعرض بيها. وهنا انا عايز اعرض باللغة الانجليزية، اللغات المفضلة اللي انا عندي اضغط هنا هو كده هختار اللغات المفضلة. طبعا العربية المنطقة الزمنية بتاعتي اللي هي كايرو القاهرة. يبقى من هنا هو اخترت ايه من الاعدادات، اخترت اللغة المعينة اللي انا اعرض بيها. طبعا هنا هنرجع تاني. لو انا بصيت للتسع نقاط دلهم او رجعت تاني بالسهم ده كده هو هرجع لواجهة الاوتلوك. كده احنا شرحنا الايميل الموحد ازاي ندخل على الايميل الموحد ازاي